الاتحاد ينظم الدورة 12 من الصالون الدولي للفلاحة والفلاحية والصيد البحري سياماب 2015. الصالون هذا ينظم الاتحاد بالتعاون مع دي بارتونير وشركاء تقليديين كما ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى كما مختلف الأجهزة والمؤسسات الفلاحية التابعين لوزارة الفلاحة. إضافة إلى ذلك فما شركاء أخرين اللي هي مؤسسات التجهيزات الفلاحية أريد وقطاع المواصلات وبرشا شركاء. بالنسبة للدورة 12 فما بروغري على مستوى المساحة الجملية للصالون اللي ولا مساحته تقريبا 18000 متر مربع دون احتساب مساحة عرض خارجي خصصت لتربية الماشية على خيمة المساحة متاعها تقريبا 2000 متر مربع خارج فضاء الصالون. بالنسبة لمجالات العرض تشمل الميكنة الفلاحية والتجهيزات قطاعات الانتاج الرئيسية كما الصيد البحري كما الكولتور ماريشير كما مختلف قطاعات الانتاج الفلاحي والحيواني. شعار الدورة هذه أنا فلاح أنا فخور جو سوي فيير داتر أغريكولتور. اتحاد الفلاحين أرى حب من وراء الشعار هذايا رد اعتبار للميتيه نتاع الفلاح اللي هي معناتها براتيكمون في السنوات الأخيرة شهدت نوع من الاهتزاز معناتها الناس ما عادش مقبل على تعاطي الفلاحة. مهنة الفلاح أون جينيرال برشا ناس معناتها يعتبروها مهنة معناتها هامشية ألور أن هي مهنة معناتها رئيسية وأساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتوازن في البلاد كسواء الاقتصادي وإلا الاجتماعي. أول مشاركة نظن بالنسبة للباكتيك في معرض في تونس خاطر الباكتيك معروفة التصدير نتاع زيت الزيتونة في العالم. دونك الحاجة الباهية اللي هو كافة الشعب عرفوا قيمة زيت الزيتونة في تونس هم يعرفوها ديجا. من الحاجة الجديدة اللي هما شافوا الخدمة اللي قاعد يعملوا فيها الزيتة في تونس ونيفو أومبلاج وكل شيء. ماك تعرف البرا غالبين ياخذوا الزيت نتاعنا الخام ويزيدوا الزيت نتاعهم وينقصوا في السوم ويعملوا امبلاج باهي وكل شيء. نحن ما نعرفوش من اقوى زيت زيتونه في العالم موجود هو زيت زيتونه التونسي. هكذا توك علاش اكثر بلاد تسطر زيت زيتونه في العالم. المعرض قولوا سامباتيك الناس كل جاي في سلاعه دونك برشا صغار وكل شيء باهي وخايب خاطر انا اونيتمون جوري بريفيري نهار نعملوه توعوي نجموا لي زيكول وكل شيء يجيبوا الصغار مع بعضهم باش الناس تفهم ارواحها وكل شيء ما تبداش ترو بغيون وكل شيء. ابار سا بالنسبه لي انا نجاح اول مره نشارك في معرض في تونس. شاركت برا مع الباكتيك في نيويورك في العالم كل اول مره في تونس وان شاء الله تتعاود وسي كيلكو شوز انتيريسون. اكثر حاجه عجبتني اللي او نيفو تنظيم وكل شيء الناس الكل حاولت تدخل الناس الكل حاولت تفهم وكل شيء على فان سي كله اكسيون جو لتونس وحركه جديده وكاو. والله انا بحكم مهنتي خاطر انا فلاح عاد نغتنم الفرصه باش في كل وين ثم معرض نجيو نشوفوا ثماش حاجات جديده من ميكنه من زراره من مشاتل ومن تو نشوفوا حبابنا زاد واصحابنا خاطر معناها باش يكون ملتقى بالنسبه لنا نحن فهمتني. لا اللي ما تقابلناش يحب لنا برشا باش نتقابلوا مع بعض. سلامه على السلامه. تنجم تقول لنا كاسباب الزياره نتاعك للمعرض؟ والله زياره ما خديتش ما عنديش فكره من قبل معناتها تونس قريتها نتاع المعدات الفلاحيه حبيت نعمل طلع على ميني تراكتور ولا فرصه للصغار زاد يشوفوا منتجات فلاحيه وفرد وقت ثم منتجات الصيد البحري زاد ذلك والمعدات شنو تنتظر انت من المعرض هكا حاجه انت تحبها تكون في المعرض وتلقاها موجوده؟ والله في المعرض شو لك ان شاء الله نلقاو منتوج تونسي ان شاء الله نلقاو سرتو في عندنا مشكله في تونس انه ناقصين تصنيع ما عندناش حتى تشجيع للتصنيع جمله فهمتني. ان شاء الله نلقاو منتوجات تونسيه معناتها دي بروموتور تونسيان معناتها فهمتني.